البداية مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث شرعت في مناقشة الميزانيات الفرعية للعديد من القطاعات برسم سنة 2014. اليوم لجنة المالية شرعت في المناقشة القطاعية الميزانيات الفرعية والقطاعية. اليوم اللقاء مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكمة حول الميزانية الفرعية ديال، وكذلك بالنسبة للميزانية ديال رئاسة الحكومة وكذلك ديال البلاط الملكي. اليوم النقاش غيتصب اساسا حول صندوق المقاصة، حول القرار ديال المقايسة، وحول مجموعة من القرارات المتعلقة باصلاح صندوق المقاصة. وداخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال تمت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فيما ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الميزانية الفرعية للطاقة والمعادن، كما ناقشت الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.